احتفالا باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، نظمت جمعية الرياضة والثقافة ببلجيكا بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل حفلا خاصا بقصر الفنون والثقافة بطنجة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان صدى الجذور. ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين المغاربة المقيمين داخل الوطن وإخوانهم بالخارج، مع التركيز على الاحتفاء بالهوية والوحدة المغربية. هاد الاحتفالية وهاد البرنامج اللي كتقدمه جمعية الرياضة والثقافة ببروكسل هو برنامج غني اللي المحاور ديالو كلها تدعو أو تثمن تلك العلاقة الوطيدة التي دائما ما تعبر بها جاليتنا المغربية بالخارج نحو أو تجاه وطنهم الأم اللي هو المغرب. تضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز التراث الثقافي والفني للمغرب، حيث شهدت فعاليته ندوات ثقافية ومسابقة كرة قدم، إضافة إلى توقيع كتاب وتكريمات وإحياء سهرات فنية أضفت على الحدث طابعا احتفاليا متميزا. نحن جد سعداء بتواجدنا هنا لأننا كمغاربة المهجر لدينا نافذة على وطننا الآن من خلال هذا المهرجان الذي يتيح للمغاربة كذلك هنا كيف نمثل بلدنا في الخارج. ويسعى المنظمون من خلال هذه الأنشطة إلى إبراز الترابط العميق بين أفراد الجالية المغربية في الخارج ووطنهم الأم، مع تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المغربية، كما يعد المهرجان مناسبة لإبراز تعلق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ببلدهم وثقافته واستعراض مواهبهم الفنية والثقافية والرياضية وفي مختلف المجالات.